شكرا لكم مستمعين أنتم في الاستماع دائما البرنامج للمولاتي ومع فقرتنا المتنوعة وبحضور خبيرة الشعر والتجميل حرية شويخ. أهلا بك حرية. صباح النور سناء. لاباس عليك؟ الحمد لله. تحية لك ولطاقم البرنامج. الله يبارك فيك ويشرف مستمعينا والمستمع ديال ميد غاديو. شكرا لك بزاف ومرحبا بالمشاركة ديالك وبالحضور ديالك الدائم واللي يعني صراحة دائما كنستافدوا منه كيستافدوا منه المستمعات يعني من مختلف المدن والأقاليم المغربية. فكنشكرك بزاف على كل ما كتقدمي لنا. اليوم ارتئينا اننا يعني نتكلموا على طرق العنايه بالشعر ديال الاطفال ودابا مع الدخول المدرسي واللي يعني كنتمنوا لجميع الوليدات يعني والتلاميذ والاطفال التوفيق والنجاح ان شاء الله في الدراسه ديالهم. من دابينا على ان الامهات يعرفوا معنا اهم النصائح التجميليه واهم الوصفات الطبيعيه اللي ممكن انه تساعدهم في ترطيب يعني الشعر ديال البنات طريقه صحيحه كيفاش يعني ممكن ان نديروا وصفات طبيعيه ما فيهاش شي مواد اللي ممكن تضرب الفروه ديال الراس كنعرفوا يعني في السن صغيره. كذلك من بين اهم المشاكل التجميليه اللي دائما كتجي تساؤلات عليها هو انه كيفاش نزولوا داك الجمال السيبان دوك الفطريات اللي يكونوا في الشعر واللي في صراحه بعض الامهات اللي كيتحرجوا شويه على اساس انه ملي كيكون جمال السيبان على اساس قله النظافه ولكن هادو فطريات يعني عاديين اهم يعني واغلى المدارس لا ماشي غير في المغرب يعني في العالم كله كيعانيوا من هذا المشكل. المهم هو انه الام خاصه تدرك الموقف انه دائما يكون واحد النظافه تكون واحد يعني مش بطريقه يعني صحيحه كيفاش بعض النصائح اللي غادي نعرفوها معاك وان شاء الله مازال غنتكلموا على جل محلول طبيعي بالنسبه للوليدات اللي ربما كيبغيو يثبتوا شويه الشعر ديالهم. بالفعل سناء موضوع في الحقيقه موضوع زوين. على ذكر الفطريات والجمل اول حاجه بغينا نوصل للنساء راه ماشي من النظافه ولا من من من, من الاوسط لان ولينا كنشوفوا القمل عند الاطفال الصغار وكيقراو في المدارس ماشي كاين يعني ما يتحرجوش ماشي غير وكان شكون اللي خصو يحارب القمل راه ماشي هذا النوع ديال المدارس هما اللي خصهم يحاولوا. علاش عندهم اطفال كينعسوا في المثل كيديروا ذاك المده ديال ما بين 11 و 12 وحده كيعطيهم ديك الاربع ساعات ديال النعاس ديك الوساده اللي كينعسوا عليها راه هي اللي كتنقل القمل للطفل الاخر. هذا هي خصهم يعرفوها المداري خصهم يداووا الفراش يعني ذاك الفراش ديال الاطفال اللي كينعسوا فيه راه هذاك الطفل عنده مسؤوليه عليه ماشي مسؤوليه يشدوا غير الفلوس راه مسؤوليه يعالجوا له المكان فيه غادي ينعس لان من بين الاحتياطات اللي ياخذوها هذه هي الاحتياطات لا القمل ما كينتقلش من راس للراس الا بالاحتكاك يعني ديك الوساده ولا المشطه يعني كاين بعض المرات كيمشطوا للدراري كيمشطوا للاطفال يعني كتاخذ المشطه وكتمشط بها للطفل الاخر وديك المشطه كتكون فيها البيضه ديال الجمل يعني حنا كنقولوا حنا بالمفهوم ديال الدارج السيبان وهنا هنا اللي كيكون الخطر لان دابا دابا الامهات ولاو كيتشكوا بزاف من المشكل ديال الجمل كتقول لك انا كنغسل بنتي وكننظف لها رغم ذلك كنجي كنلقى فيها اولا باش نحاربوا الجمل ما نحاربوش من المواد الكيماويه اللي بعض المرهم ديك لي بوماد المرهم اللي كيديروا النساء الاطفال هذا خطر على الطفل وخاصه الاطفال اللي عندهم بعض الامراض واللي عندهم ضعف النظر لان هذيك المرهمات كلها فيها مواد كيماويه حذاري منها ومستعمالها بشكل يومي عنده حساسيه ولا ضيق تنفس حنا باش نتفاداو هذه المشاكل كلها لان شنو هو ذاك البوماد وذاك المرهم شنو هو هي ماده واحد الماده فيها ماده كيماويه كتقتل الحشرات يعني بحال اللي كدير واحد الرشاش باش كنقتلوا الحشرات راه ديك النسبه كاينه في ذاك المرهم دونك هنا نحاولوا ما امكن نتفاداو هاد الاستعمالات ديال المرهمات اللي في الاسواق ونلتجئوا للطرق التقليديه ديال والدينا واللي كتعطي النتيجه فعاله 100%. وكاين عندنا حبه حلاوه عندنا زريعه المعدنوس عندنا الماء ديال البصل عندنا خل التفاح عندنا الخيار هادو هادو نوظفوهم في 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 التنظيف ديال الشعر ديال الفروه ديال الشعر الاطفال ديالنا سواء البنت ولا الولد. وثانيا العامل النفسي كيلعب دور مهم في على الطفل ديالنا وكيلعب له على الصحه ديالو لان خصنا تكون عندنا واحد لغه تواصل ما بين الطفل والام ديالو والفتاه والام ديالها لان خصنا اولا الطفل خصو يكون عنده واحد التلقائيه للحوار مع الوالدين ديالو ما يكونش عنده تخوف لان غالبا كنلقاو الدراري كيخافوا ولا البنات كيخافوا هذه النقطه خصنا نحاولوا نحيدوها من الاطفال ديالنا لان الطفل راه عندنا مسؤوليه كبيره اللي عنده الطفل في الدار وعنده وخاصه الطفل الصغير راه مسؤولين عليه 100% وخصنا نحتاطوا بالمعامله ديالنا معاه.
هذه غير فقط نصيحة للأمهات. ثانيا بالنسبة للفطريات، الفطريات ملي كيكون عندنا الطفل عندنا في المثل، كاين الأمهات ما كيردوش البال، كاين إفرازات دهنية بحدة عند الطفل وما كيردولاش الأمهات، كتمشي كتكتفي بالغسل ديال الشعر. هذا خطأ، لأن كاين شامبون الأطفال اللي كيحمل بعض الدهون اللي هي طبيعية في الشامبون، وهذا كيزيد من الحدة داك الفطريات. خصنا دائما شامبون الأطفال اللي عنده هذا المشكل ديال الدهون نخفوا الشامبون دائما بواحد المنتوج طبيعي واللي هو بسيط، ناخذوا غير حبة حلاوة في المثل ولا القشور ديال التفاح ولا القشور ديال الخيار، كناخذوا منه كاس وكنضيفوه في كسرونه ديال الماء وكنضيفوا عليه كاس ديال الماء طايب، كنخلي واحد حتى كيطلق داك المكونات كلها، كنصفيو داك الماء وكنضيفوا معلقه ديال الشامبون الاطفال ولا جوج معالق ديال الشامبون الاطفال. هذا خاصه هذا كنصح به الامهات اللي عندهم الاطفال ديالهم كيعانوا من الدهون الافرازات الدهنيه على فروه الشعر، لان ملي كتكون الافرازات الدهنيه على فروه الشعر قبل ما نبداو هاد العلاجات نلتجؤوا للطبيب، لان كيكون خلل في الغدد الهرمونيه اللي كانوا افرازات بحده اللي كتكون زايده، وراه الام كتلاحظها كتقول لك انا كنغسل لبنتي وعندي بزاف ديال التساؤلات، كتقول لك انا كنغسل الشعر لبنتي واحد 3 ايام كنشم فيها الريحه كريهه. يعني هنا التغذيه كتلعب دور مهم، المحاليل اللي خصها تكون حاضره في الغسيل ديال الشعر ديال الاطفال ديالنا ماشي غير الكبار، كاين محاليل خاصه بالاطفال الصغار غادي نعطيها ان شاء الله في نهايه الحصه، وكاين استشاره طبيه، لان الاستشاره الطبيه عندها واحد الدور مهم على الطفل ديالنا كيف ما بغى يكون سواء سليم ولا مريض. دائما عندنا واحد الفكره نديو الطفل ديالنا ولا الفتاه ديالنا عند الطبيب اختصاصي. كيف ما قلت حولي واحد نقطه مهمه على اساس انه هذا الدور ديال الام بالتحديد، لانه هي اللي كتكون عندها واحد العلاقه قريبه مع وليداتها بحكم انه يعني الام كتكون معهم يعني طيله اليوم، وخاصه ترد البال كيف ما قلتي على اساس نشوفوا وليداتنا صغار يعني كيحكوا يعني بواحد الطريقه يعني ماشي عاديه، ماشي غير حكا عادي، نقلبوا الشعر مره كيف ما قلتي، نحاولوا اننا نشوفوا الى نشموا الفروه ديال الراس واش كاينه شي رائحه باش نعرفوا فوقاش نديروا استشاره طبيه. بالنسبه للقمل عند الاطفال راه ملي كيعطي ديك الحكه شنو هو السبب ديالها؟ لان القمله ملي كتعض الفروه ديال الشعر كدير واحد الثقب صغير، وملي كيكون ديك الدهون الافرازات كتكون بحده تزيد تغطي، كيكون واحد التفاعل وكتكون الحكه ويقدر يعطينا التهابات ديال فروه الشعر، وكيوقع لنا تساقط الشعر، كتوقع لنا قشره اللي كتشكل مشاكل اخرى. لذا غادي نبداو باش المستمعات يعني يسجلوا معنا، انا عارفه ان المستمعات غادي يبغيو هاد الوصفات، انهم يحاولوا انه كل وحده تختار من الوصفات شنو متوفر عندها وشنو ممكن يعني مثلا دير لازاله هذوك الفطريات القمل والسيبان من الشعر. وكنعرفوا كيف ما قلتي المهم هو نتخلصوا من هذاك البيض، البيض هو اللي مهم، ما كيزيدش. طريقه تقليديه راه كانوا والدينا كيديروا واحد المشطه فيها الخيط، ديك المشطه ديال العظم فيها الخيط، وكنزيروا على ديك السنينات جوج بجوج سنينات، وكنديروا واحد المرهم طبيعي جدا. عطينا داك البرنامج كيفاش نمشيو عليه مثلا باش ممكن ندهنوا الشعر ديالنا، باش ممكن نديروا داك الكريم، كيفاش نشطوا حتى نحاولوا. بالنسبه للمراه دابا لقات القمل في الشعر ديال البنت ديالها ولا الولد، راه كاين حتى الولد كيتصاب بالقمل، كنهضروا الوليدات حتى الولاد اللي عندهم الشعير طيطاب وطويل حتى هو راه كيتصاب. وبالنسبه لهذا المشكل، اولا ملي كنشوفوا الطفل ديالنا ما عندوش الافرازات الدهنيه على الشعر، ما عندوش الرائحه الكريهه على الشعر، يعني كيكون سليم ما عندوش شي مشكل، فقط مشكل خارجي اللي يمكننا نداركوا حنا الموقف. تنظيف بالشامبوان اللي عطيت يعني بقشور التفاح ولا قشور ديال الخيار، واحد كناخذوا كاس من طريفات مقطعين كنكبوا عليه كاس ديال الماء طايب، نخليه واحد حتى كيطلق، كنضيفوا معاه جوج معالق ديال الشامبوان الاطفال، هذا هو الشامبوان اللي نغسلوا له به. هذا ممكن نضيفوا ليه شويه حبه حلاوه كيف قلتي مالا، ولا حبه غنديرها له في القناع. بالنسبه للمحلول، المحلول خصو يكون دائما عندنا في واحد الرشاش طبيعي يكون عندنا في الدار، يعني كناخذوا جوج معالق ديال حبه حلاوه كنديروا عليها كاس ديال الماء طايب ونديروها في واحد البخاخ وكنخليوها. فوقتاش كنديروها؟ ملي كنبغيو نغسلوا الطفل ديالنا ولا البنيته كنرشوا لها الشعر ديالها بهذا البخاخ، وكيكون عندنا واحد الخلطه فيها بيض بيضه بلديه، معلقه ديال العسل الحر، ومعلقه ديال حبه حلاوه مطحونه. العسل الحر، بيض بيضه بلديه، حبة حلاوة مطحونة، قد حبة حلاوة، كنخلطوا هاد المكونات وكنشقوا بها الشعر ديال البنيته اللي عندها المشكل ديال هاد الفطريات والافرازات الدهنيه والقمل. كنخليوها واحد ساعه ساعتين ومن بعد كنغسلوا الشعر. قبل ما نغسلوه كنحاولوا نجيبوا مشيطه رقيقه
كنمشطوا بها الشعر هادي، من بعد كنغسلوا الشعر ديالنا بالشامبو اللي عطيت، غير هي دائما التشليله الاخيره تكون محبس حلاوه، ونرجعوا نشطوا بديك المشطه ديال الكارلي كيسميوها هذيك مزيانه زوينه هذيك، وخاصه ملي كندير واحد المرهم اللي هو الشحمه ديال الكلوه، راه مهمه لما فيها من البروتينات اللي كتهمي الفروه ديال الشعر، لان ذاك البروتينات اللي كاينين في الشحمه راه هما اللي كيقتلوا لنا الفطريات والبكتيريا اللي عندنا على فروه الشعر. ملي كناخذوا الشحمه ديال الكلوه كناخذوا منها تقريبا كاس، من بعد ما ذوبناها وكنصفيوها كناخذوا منها كاس، كنضيفوا معاها معلقه حتى المعلقه ونص ديال زريعه المعدنوس مطحونه مزيان، كنخلطوا الصفره، كنخلطوا هذه المكونات هذه، كنحصلوا على شكل مرهم، ومن بعد كنمشيو للشعر ديال البنت ولا الوليد وكنبقاو نديروا خصله وكنركزوا فوق الودن تما كيكون الصيبان، فين تما ولا في ديك القرف يعني العنف في القرف هذا ولا في تما فين، علاش كيكون التعرق، كيكون تما التعرق وكيساعد الانتشار ديال البيض، يعني ملي كتكون ديك البلاصه سخونه تما كيتولد على كيتولد كيتزيد القمله كتولد البيضه ديالها، يعني تحت الودنين وفي تحت ديال القرفه يعني تحت حيت هذوك المناطق ما كيوصلهمش التهويه بزاف وكيكونوا التعرق فيهم وتما كتزاد الطفيليات. من بعد كنمشيو لديك وكندهنوا بداك المرهم خصله بخصله خصله بخصله، حيت كنديروا الترطيبه بحال كديري الترطيبه، وكنلفوا الشعر بواحد الفولار ديال حياتي ولا المهم واحد المده ديال ساعه، وقبل ما نغسلوه كتكون كنكون الموج ديال المشطه يعني ديال القرن اللي بزاف ديال العيالات اللي عارفين الطريقه ديالها، كنمشطوا فوق المناطق ديال الودن ومن الرقبه ونمشطوا مزيان، ومن بعد كنوصلوا الشعر ديالنا عادي جدا. ودائما نحاولوا نديو الناس اللي عندهم كيعانوا من هذا المشكل ديال القمل الدرقه يعني الهنديه، كناخذوا منا الطريقه اللي كنعطي دائما كتكون مرهم للشعر، داك المرهم كنضيفوا معاه معلقه ديال النفع، معلقه ديال النفع مع ذاك المرهم ديال ملي كنحكوا الهنديه كناخذوا ديك الماده الهلاميه كنديروا معاها معلقه ديال النفع، وفي الحمام كندهنوا الشعر ديالنا، هذه مواد هذه اعشاب طبيعيه اللي كنقاوموا بها ونحاربوا بها القمل. هذيك الماده الهلاميه ديال الدرقه كنهزوا منها كنهزوا منها جوج معالق حتى ثلاثه مع معلقه ديال النفع البستاني مطحون، النفع البستاني مطحون، كنخلطوا هذا المكون، وملي كنوصلوا الشعر للبنت ولا الوليد ديالنا كندهنوا له الشعير ديالو بهذا المكون هذا، نخليوه واحد ربع ساعه ومن بعد كنشملوا الشعر ديالنا عادي، غير هو النفع البستاني طحنه مزيان والمطحنه مزيان يكون احسن. وبالنسبه لهذاك المحلو اللي قلتي لنا فيه جوج معالق حبه حلاوه وكاس ديال الماء طايب ونديرو في البخاخ، يعني فوق هذاك يمكننا نديرو قبل الغسيل ومن بعد الغسيل. هذا مثلا بالنسبه للعنايه فوق ما يكون عندنا مثلا وقيته والوليدات ما قاريش ممكن نرشو ما عندناش القمل نرشو لهم ذاك البخاخ، هذا كعنايه عندنا كعنايه، حيت حتى الا نعس المصاده فيها القمله القمله ما كتوصلوش لان المكونات كتحارب ذاك القمله باش ما توصلش للشعر ديال الطفل. بالنسبه للمحلول المحلول اللي هو من الماء ديال الخيار، يعني كنحكوا خياره ونصفيو داك الماء ديالها، وكناخذوا تقريبا معلقه ديال حبه حلاوه وكنصفيو الماء ديالها، كنديروا نفس القياس ثلاثه المعالق مثلا ديال العصاره ديال الخيار مع حبه حلاوه، وهذاك المحلوم اللي كنغسلوا الشعر ديالنا كنديروا القطن، وكنحاولوا نمشيو لديك المناطق اللي كيكون فيها الصبغ ونمسحوا به ديك المناطق. حتى هو العنايه هذه العنايه هذه هي الطريقه التقليديه باش نحاربوا الجمل. حتى الخيار مثلا اننا نحاولوا نقسموا على النص ونحاولوا نفلحوا ونبداو ندهنوا الماء المحلول، وهذا اللي عطيت دابا المحلول ديال الخيار مثلا إما ناخذوها مباشرة للطفل الصغير ما يمكنش يبقى يحك، مازال البنت ملي كتكون عندها 14 عام 13 عام كتعطيها هذيك الخيارة كتبقى تحك بها، ولكن الطفل الصغير ما يمكنش غتضطر دير له الماء المحلول مع حبة حلوة وانتي كدير له بالقطن المناطق اللي فيها القمل. كنظن انه هذه يعني برنامج متكامل يعني للعنايه بشعر الاطفال ولازاله هذاك القمل والسيبان هذوك الفطريات اللي تيكونوا في الشعر. بالنسبه للمحلول قلتي لنا جوج معالق ديال حبه حلاوه مع كاس ديال الماء طايب، هذا نديروه في البخاخ ك يعني العنايه بالشعر، يعني سواء عندنا هذا المشكل ديال الفطريات ولا ديال القمل وما كاينش، من الافضل اننا نديروه كعنايه للشعر ديال الوليدات. وبالنسبه لهذيك الخلطه اللي كتزول دوك الفطريات وذاك البيض قلتي لنا بياض بيضه بلديه مع معلقه ديال العسل الحر ومع معلقه ديال حبه حلاوه مطحونه، وهذه خلطه كنشقوا بها الشعر ونخليه واحد ساعه ساعتين، وعاد ديك الساعه كنبداو نشطوا الشعر بالمشطه ديال القرن باش كنزولوا هذوك الفطريات. قلتي لنا كذلك نديروا كاس ديال الشحمه ديال الكلوه يعني نحكوها وندوبوها، وملي كتذوب كنصفيوها وكنخلطوها مع معلقه ونص ديال زريعه ديال المعدنوس، راه كتباع عند العطار معروفه زريعه المعدنوس، وكنحصلوا على واحد الكريمه، وهذه الكريمه كندهنوا بها الشعر ديال مزيان خصله بخصله للوليدات. وقلتي لنا نركزوا على الاماكن تحت الودن تيكونوا مورا الودن وفي الرقبه مورا الودن وتحت العنق تما كيكون القمل، علاش؟ باش يعرفوا بان ديك هذه المناطق هذه كتكون مغطيه بالشعر، خاصه اللي عندهم الشعر طويل ما كتوصلش التهويه لتما، وخاصه الناس اللي عندهم القمل اللي كنلاحظ انا الاغلبيه كيكون عندهم فقر الدم،
الاغلبيه كيكون عندهم فقر الدم، لان فقر الدم المشكل اللي كاين في هذه الحاله هذه باش يعرفوها العيالات، اللي كيكون عندنا لو مونك ديال الحديد في الجسم ديالنا، الدم ما كيدورش مزيان في الجسم ديالنا، يعني الاكسجين ما كيوصلش للاماكن اللي خص تكون التهويه اللي كيكون حنا الطريقه صحيحه. دونك هنا كنحاولوا في هذه الحاله نعطيو وليداتنا العصائر ديال الجزر، العصائر ديال نعطيوها البيض البلدي، نعطيوها الدجاج البلدي، نعطيوها تكون تغذيه مناسبه، نرجعوا للتغذيه هي الاساس. هي الاساس. وقلتي لنا في الحمام ممكن نديروا جوج معالق من ديك الماده الهلاميه اللي كتكون في الدركه ديك اللزيجه، نخلطوها مع النافع البستاني اللي هو مطحون مزيان. كيتخلطوا كنديروا من الشعر ديالنا، الشعر ديالنا كنخلي واحد 15 دقيقه عشان كتنشف الشعر ديالنا عادي. وكذلك كاين واحد العصارات ديال الماء ديال الخيار اللي كنخلطوا مع حبه حلاوه ياك، وكنبقاو نمسحوا الشعر ديالنا بالقطن. والمحاليل ديال التشيل ديال الشعر كنركزوا على الزعتر، الريحان، هادو كلهم اعشاب يمكن نشلو بها الاطفال، ما كاين حتى شي مشكل وما عندنا حتى شي تخوف. هادو كلهم مواد اللي هي طبيعيه ما فيها حتى شي تخوف، لانه يعني حبه حلاوه رائحه طيبه ماشي مجهده، يعني كاع هاد الامور اللي عطيتي دابا، النفع البستاني كذلك، يعني كلها امور اللي هي سهله وما عندهاش حتى اللي عنده ضيق تنفس واللي عندهم هادو ما كياثروش على الامور. يعني انا لانه صراحه كيبقى في الحال كنشوف بنتات صغيورين كتكون تبارك الله الشعر ديالها طويل، والام الله يحسنها يعني ملي كتشوف هاد المشكل ديال الشعر كتبقى تقلع، حتى النفسيه ديال البنت يعني كتكون باغا داك الشعر ديالها يطول، ولكن ماشي حل، ماشي حل هذا، لا الطريقه اللي عطيتها كتبقى غادا تتقلع اللهم نمشيو يعني الامور اللي هي يعني اساسيه. اذا تبعنا هاد الشيء يعني كنظن انه ما كيكونش هذاك المشكل. وكاينه طريقه اخرى عاوتاني اللي هي تقليديه، غير هي بالنسبه فيها الحامض، فيها الخل، يعني جوج معالق ديال الحامض. الخل التفاح ولا الخل؟ الخل عادي، جوج معالق ديال الخل وجوج معالق ديال الحامض وراس معلقه ديال القطران. القطران يكون من الاحسن، انا كننصح القطران ما يتشراش من اي مكان، راه كيتباع في الصيدليات كيكون واحد النسبه ديال المكونات ديالو كتكون مضبوطه يعني وعلى حساب القدر اللي غادي نديرو. بالنسبه للطفل الصغير كنديرو راس معلقه، جوج معالق ديال الحامض مع جوج معالق ديال الخل، كنخلطوا هذا المحلول هذا وكنشقوا به حتى هو الشعر، وكنستنى كيكون القبل بزاف والصيبان بزاف، حتى هو راه مهم وكينفع. انا ذكر هذه الوصفه باش يكون داك الشيء يعني امور واضحه، قلت لنا جوج معالق ديال الحامض وجوج معالق ديال الخل العادي وراس معلقه صغيره ديال القطران وناخذوه من الصيدليه. وبالنسبه للامهات لربما يعني كتفكر راسها وكتقول على انه مثلا الشعر ديال بنتي طويل وراه فيه بزاف ديال الفطريت، فيه بزاف ديال القمل، بدل ما انني ندير راس معلقه ديال القطران ندير ربع كاس ولا مثلا. الا كان خطا لانه قلتي راس معلقه ديال القطران فقط من الصيدليه. غير هي بالنسبه للام اللي كتحاول تداوي الشعر ديال بنتها، تخلي واحد الارتياح ولا اطمئنان للبنت، ما تبقاش تقول لها فيك القمل المقمله درتي القمل، لا خصها تكون واحد ديك القضيه ديال فيك القمل. وهذا النصيحه ديال كتكون عادي، تقول لبنتي هذه عادي وراه يمكن جبتيها من جبتيها من المشطه، ولا المشطه مشتي بها ديال شي وحده فيها هذيك الصيبانه ولدت لك القمله في الشعر ديالك. يعني هذه المسائل خصها تكون واحد التجاوب بينه وبين الطفل ديالها باش ما يمرش نفسانيا. فعلا. ونصحوا المدارس، لان المدارس عندهم واحد الدور فعال في هذا الانتشار ديال القمل، خصهم يداويو البلايص اللي كينعسو فيهم الاطفال، كاين 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 يتشمشو مزيان ويتبدلو ديك الخشايات الغشاوات ديال الوسائل. حتى هما من جهتهم كيساعدوا، يعني الام كدير واحد المجهود في الدار، يعني لا في التشلينه في الحمام، يعني كيفاش هاد الوصفات وهاد الخلطه الطبيعيه، وحتى كيف قلتي في المدرسه يحاولوا يديروا ما عليهم باش صافي كنتفاداو هاد المشكل، كنحاولوا نحاربوا هاد المشكل. لانه الام فوقاش يعني كتقنط هو انه كتشوف انها دائما كدير هاد الوصفات، كتعاون دائما وكدير هاد الكريمات الصيدليات ولا مواد طبيعيه، وكيبقى دائما المشكل مشكل، فما كتعرفش شنو غادي دير. دابا المشكل كاين، ها فين كاين المشكل؟ خص الام تمشي للمؤسسه وتقول لها راه بنتي فيها القمل، والاباء خصهم يتشكاوا باش يكون واحد النظافه الاماكن اللي كينعسوا فيها الاطفال ديالنا. لان كاين الام اللي كتمشي مسكينه كتكون خدامه من 8 حتى 6 العشيه، كتهز الطفل ديالها هكاك يعني بالمسائل ديالو كتديه للمدرسه، اذا المدرسه مسؤوله الاولى على ذاك المشكل اللي كيكون عند الطفل. كنظن تكلمنا يعني بما يكفي على هذا المشكل ديال الفطريات. نمشيو بالنسبه للامهات اللي دائما يعني راه سمعتي من خلال البرنامج ملي كيتواصلوا معنا كيبغيو يمشطوا الشعر ديال البنيتات، كيكون مثلا اما شويه حرش او لا مشوك او لا كيمشطوا ليهم مثلا يديروا لهم طفيره او لا كوتشوفال ولا شي حاجه، وكيبقاو هذوك الجنيبات يعني مشنتفين كيف تنقولوا ولا مشوكين. بالنسبه لهذا المشكل غالبا عنده كيكون عند الناس اللي عندهم الشعر قوي وناشف. علاج طبيعي بالنسبه للشعر الناشف، نتاكدوا من سلامه الجسم ديالنا، يقدر يكون اصلا حنا الجسم ديالنا ناقص، الشعر عنده علاقه ناقص من الدهون اللي خصها تكون طبيعيه واللي كتعطينا على كيغاتين ديال الشعر الزغبه ديال البنت
بس عليك حرية. بارك الله فيك. شو بالنسبة نتفضلي نكملوا بالنسبة لهذا المشكل ديال الشعر الشعر كيكون صعوبة في المشيت حتى الأطفال كيتألموا حتى البنت كيكون شعرها كتولي عندها عقوبة أنه ما غتشدو غتمشي تلاشى لا كتخاف ملي كتشوفها كتبقى ترجف البنت لا خصنا نهيئوها أولا كاين زيوت اللي كترطب لنا الشعر وكاين أقنعة اللي كترطب الشعر وكاين ملي تغسل الأم للبنت ديالها تحاول تعمر لها شعرها مزيان بزيت الكوك لأن زيت الكوك من بين الزيوت ريحة زوينة مرطبة وملينة الشعر وخا تمشي بها الشعر ماشي في ريحة زوينة تدهن به هو فازك ولا غدا في الصباح ملي كتمشى كتلقى الشعر رطب والمشطة كدوز بسهولة قبل الحمام يمكن لها دير جوج معالق ديال العسل الحر ومعلقة ديال الزبدة بلدية جوج معالق ديال الزبده بلديه ومعلقه ديال العسل الحر ومعلقه ديال الزنجبيل نطحنوه مزيان ونخلطوا هذا المكون هذا كندهنوه على الشعر ونخليوه ساعه ساعه بحال ما خليناه مزيان لان هذا مرطب طبيعي وحتى في الغسيل كيولي الشعر عندنا يعني رطب وكنقولوا حنا شعره كتجري على شعره وملي تغسل لها الشعر تدهن لها بزيت الكوك هذه هي الطريقه الصحيحه باش نحاولوا نتفاداو ديك المشيت اللي كيكون اللي كيأثر على البنت ولا البنت خاصه تيكون الشعر ناشف كيف ما قلتي يعني لا مثلا غسلات الشعر وحنا كنشفوا ليها الشعر ديالها دهنا بزيت ديال الكوكو ودائما يكون على زيت الكوكو نبقاو ندهنوا به الشعر يعني كتجي سهوله كيف ما قلتي كيرطبوا حتى هذوك الشعيرات اللي تيكونوا ما كيبقاوش نهائيا غير هي تنزل الزغبه هي سناء بالنسبه للنشوف هي ديال الشعر تشوف لها لابو ديالها الجلده ديالها واش ناشفه الا كانت ناشفه خاصها الشعرات تطيب لان كيكون الجسم ناقص من الدهون اللي هي كتكون مهمه الوليدات ما تيشربوش الماء بزاف الماء حتى الماكله يعني كاين الاغلبيه ديال العيالات ما كيعطيوش زيت العود لوليداتهم وزيت العود راه مهمه راه فيها فيتامين او وفيها احماض اللي كتعود بالنفع على البشره ديالنا وعلى الشعر لان زيت العود ماشي بالضروري يسيسن في الخبز في المثل درنا الحليب الاغلبيه العيالات كيديروا الحليب مع الشوكولات الاطفال ندير له معلقه ديال الزيت ما غيرديش البال يمكن الا ديك المذاق ديال زيت العود يمكن نخلطوه اما مع النفع اما مع العسل الحر يعني كتكون واحد الخلطه في الصباح كنعطيوها لوليداتنا الفطور اللي كنت عطيتها ولقات استحسان ديال المستمعات بحال دابا نفوروا الشريحه مع الثومه مع الزعتر ونخلطوا بالعسل الحر ونضيفوا دائما زنجلان ولا القرقع هذا فطور الاطفال كيزود الجسم بالطاقه وكيعطي طاقه وكذلك الاوميغا 3 دهون اللي الجسم محتاج ليها ولا الطفل يقدر يتحرك النهار كله ماشي الطفل مثلا ينوض في الصباح نعطيوه لما فطرش مسكين مشى بلا فطور لا هذا غلط موجود بسكويت لا نعسوه بكري ويفيق بكري باش يكون مهيئ الفطور والطبله ديال الفطور يكون عليها اللي يبغي هو يعني نحاولوا ما امكن كاين الزبيب كاين القرقع كاين الحريشات ديال الذره كاين الخبز الكامل يعني هو الطفل ملي كينعس بكري وكيتعطل في النعاس راه كينوض جيعان ولكن ملي كينعس متاخر في الليل وكتنوضوا في ديك الصباح باش يمشي يقرا الشهيه الماكله ما كتكونش عنده عادي حنا راه كتوقع علينا حنا كبار كتوقع علينا مساله ديال التنظيم وانضباط الواحد ديال كل حاجه حاول الام اللي تشوف الاطفال ديالها في المدرسه تفادى ذاك الخروج في العشيه تفادى السهير تفادى تمشي عند العرادات يعني تصبر لان عندها واحد المسؤوليه كبيره في الحياه ديالها خصها تدوزها بسلام يعني ماشي تقول للطفل صافي اليوم يقصر غادي تعود نخليو البرنامج ديال الطفل ديالنا يمشي كما عادي والاستشاره الطبيه دائما هذه مهمه بالنسبه للترطيبه مثلا حنا كنتكلموا على ترطيب الشعر بالنسبه للوليدات الترطيبه اللي ممكن انه مثلا امهات يديروها مره في الاسبوع مثلا غادي الحمام ساعه قبل ولا ساعتين ولا صباح كله يديروا في العشيه يديروا يعني هذه اللي عطيت ديال العسل والزبده هذه مزيانه كافيه مره في الاسبوع يديروها حتى جوج مرات في الاسبوع ولا عندها الشعر قصير يمكن لها ديرها جوج مرات في الاسبوع وتغسل الشعر ديالها بحال دابا الاربع في العشيه ما كيقراوش يمكن لها ديرها الاربع وديرها السبت بالليل من احسن السبت بالليل باش الحد يلا كتهيئه وتبسط لها شعرها الا كان البرد وخاصه ملي كيبدا يسخن الحال كيبغيو الامهات يخرجوا للحد ولا هذا المهم غير مساله النظام وصافي هادشي اللي كاين وبالنسبه لهذا الشعر الحرج دائما نحاولوا نحيدوا لي بوينت كل مره نحيدوا لي بوينت ونركزوا في المقدمه ديال الشعر بهذه الكريمه هذه ودار بطريقه بحال اللي كنديروا الترطيبه للشعر ديالنا ونلفوا الشعر ديالنا ونخليوه نمشيو دابا بالنسبه للوليدات يعني ماشي البنات وانما الوليدات اللي تيبغيو يثبتوا الشعر ديالهم تشويكه تشويكه ولا مثلا كيبغيو ان الشعر ديالهم يكون يعني مثبت شويه على اساس انه غيديروا جيل وكنعرفوا ان الضرر ديال الجيل ماشي غير الصغار يعني حتى الكبار حويجات اللي ممكن انه يديروهم مثلا اللي تساعد الوليدات الشعر ديالهم انه يعني تثبيت الشعر واخا نصيحه ديالي انا كأم يعني دوس المرحله ديال ربيت وليداتي شوي التشويكه ما كاين لاش
ولكن بالنسبه لا هي لا بغينا نديروها للطفل ديالنا وبغينا نحققوا له ديك الرغبه ديالو نديروها بزرعة الحرية كيف ما قلتي الوليدات دابا راه ما كيبغيوش ديك الفرقة اللي كاع الوليدات الصغار كيبغيو كيف ما قلتي ربما بعض المدارس ما تيبغيوش الوليدات يدخلوا مثلا بديك التشويكة مثلا هذا مزيان هذه المدرسة راه مهمة ولكن اللي باقي عندهم هذا وكاين اللي كيخليو الوليدات على الحرية ديالهم ولكن الأم اللي كتعاني لأنهم غيبقاو يديروا جاي الشعر كيولي يوصل 15 عام هذا هو المشكل الشعر ديالو خوا كتكون حكة كيولي هذوك القشرة يعني غالبة في الشعر أو واحد الريحه خايبه في الشعر مثلا وخاصه اللي تيجي وما تيغسلش من داك الجيل كيخليه على الشعر ما كيمشيش يجي ويفزك الشعر ديالو يعني ويحل الشعر ديالو من هذاك الجيل ويتخلص من هاد المواد هذه انا بغيت غير هذه ديال زرعه الكتان راه انا غادي نعطي محاضره انا ولكن غادي ننصح واحد النصيحه بديك الجيل المصنع فيه مواد كيماويه وكتسرب لنا من الثقب ديال الراس وخاصه ملي كيكون واحد التفاعل مع الشمس راه كيولي الولد خصو غير ينعس راه القضيه ما كيحضرهاش الامهات راه كيقول لك راسو كيضروا ولا خصو غير ينعس هذا هو الخطا ديال هاد لي جيل اللي كيديروا في الاسواق كيتبعوا في الاسواق بطريقه غير مراقبه يعني ملي كنقول انا الجيل ملي كنجيبوا زريعه الكتان كنطيبوا منها نص كاس وكنخليوها تغلي حتى كتطلق ديك الكسكوشه كنطفيو البوطه نخليوها ترتاح ترتاح ومن بعد كنصفيوها كنصفيو ديك الماده ديك الماء كيولي لازج ديك الماء كناخذوا منه نص كاس مع جوج معالق ديال زيت الزنجلان ولا جوج معالق ديال زيت الكوك هذا جيل طبيعي وفي نفس الوقت ما غيكون عنده حتى شي تاثير سلبي غادي يساعد الشعر يساعد الشعر التقويه ديالو والتساقط ما غيبقاش وحتى ديك الماده الدهنيه اللي كتكون زائده على الفروات الشعر ما كتبقاش يعني هذا جيل طبيعي ويمكن تبدلوا الام مره في الاسبوع تغيروا راه يبقى حتى اسبوع في الثلاجه ما كيخسرش يعني هذا ويمكن ديروا حتى البنات بعض المرات البنات كيبغيو يجبدوا الشعر ديالهم مثلا بالاحسن يبلاكيوه بزيت جوج الهند وزريعه الكتان ما عندها حتى شي تاثير حتى الرائحة ما كتكون رائحة كتكون زوينة وخاصة مع زيت الكوك إلا ضفنا معها زيت الكوك واخا هذه المسائل سهلة ويمكننا نتفاداو بها المشاكل اللي عند الأطفال ديالنا فعلا يعني كلها مواد طبيعية وسهلة وخاص كيف ما قلتي غير الأم دير واحد البرنامج هكا وتحاول أنه تنظم أي حاجة باش يعني الوليدات يستافدوا لأن كل حاجة عندها الحل ديالها وهذو أمور اللي ربما كتبان للأم أنها مثلا شي حاجة صعيبة كيفاش غنتخلص يعني من دوك الفطريات من الشعر يعني بنتي شعرها حرش ولكن هذو كلها إلا كان عندها هذا الحل وعندها هذه الوصفات وهذه يعني نظمت الأمور ديالها فكتكون الأمور يعني سهلة بالنسبة للسيدات مثلا اللي كي الوصفة ديال اللي كنا عطينا شحال هادي ديال الزنجلان مع زرعة الكتان مثلا مع الزيت وهذا غير هم الامهات كيتخوفوا مثلا بالنسبه للوليدات الصغار ما تيبغيوش اي حاجه يديروها لهم بحال بالنسبه لهذه الوصفه لا هذه الوصفه واخا دار هذه ما عندها حتى شي مشكل غتاخذ نص كاس ديال زريعه الكتان ونص كاس ديال الزنجلان كيطحنوا وكنضيفوا معها واحد الكميه ديال الزيت ونخليوها ندهنوا بها الشعر دائما ملي كنبغيو نغسلوا الشعر ملي كنبغيو نغسلوا الشعر يعني هذه زيت سهله وكتساعد في تطويل الشعر في الحد من الدهون الزائده على الشعر غير هي بالنسبه كذلك ضيف واحد المعلومه للمستمعات ديالنا اللفت البلدي كنجيبوا اللفت البلدي وكنسلقوها في الماء هذه بالنسبه للدهون المفرطه على الفروه ديال الشعر هذه الا كان الجسم سليم كيكون فقط يعني مشكل خارجي ما كاينش مشكل صحي يعني اللفت البيض اللي كندير البيض كناخذوا واحد اللفته وكنديروها كنقطعوها طريفات ونديروها في كسرونه كتغلي واحد جوج غليات كنخليوها ترتاح ما كنديرولهاش الماء بزاف غير شويه باش ملي غنطحنوها نحصلوا بحال واحد العصيده يعني كومبوت كناخذوا ديك الكميه كنضيفوا معها تقريبا واحد معلقه ديال الزعتر ومعلقه ديال الازير معلقه ديال الزعتر ومعلقه ديال الازير كنخلطوا هذا المكون كنديروها ككريمه على الشعر كتمص الدهون الزائده وكتحيد ديك الفطريات اللي كتكون في الشعر ديال البنات ديال الاطفال ديالنا هذا راه مرهم طبيعي حتى هو وزوين وكيعطي الاستحسان كذلك ندخلوه في الوصفات ديال التغذيه اللفت ندخلوه للاطفال لان اللفت مهم وفي واحد النسبه ديال الزنك والزنك حنا كنعرفوا الفعاليه ديالو على البشره ديالنا وعلى الصحه ديالنا يعني الا خدينا العصير ديال اللفت وضفنا معه تقريبا كاس ديال الحليب ومعلقه ديال العسل ونعطيوها للاطفال ديالنا يشربوا وخاصه انا كنفضل يكون حليب بلدي والا ما كانش الحليب بلدي نديروا الحليب هذاك العادي فعلا اياه الا ما كانش ممكن نديروا يعني حوايج اخرين عطيتينا الشامبو ديال يعني خاص بالاطفال بغينا نقولوا
اللي فيه اما قشور كاس ديال قشور التفاح اولا كاس ديال القشور ديال الخيار مع كاس ديال الماء طايب حتى كيتلق مزيان وكنخلطوا مع شامبون الاطفال. الا سمحتي ممكن ضيفي لنا مثلا شي شامبون اخر اللي يستعنوا به يعني الامهات واللي يعطي يعطي رائحه طيبه. هو كنعرفوا القشور التفاح حتى هو فيه واحد الريحه زوينه. ممكن نديروا الخزامه ناخذوا نص كاس ديال الخزامه وكنضيفوا عليه كاس ديال الماء طايب كنخليوه حتى كيتلق مزيان ومن بعد كنصفيو داك الماء وكنضيفو معاه جوج معالق ديال الشامبو للاطفال وكيكون الغسيل. وهذا الشامبو الناس اللي كيديروا الماء البصله للشعر البنات ديالهم في المثال اللي كيكون عندها تساقط حيت البصله ضروري للاطفال راه ماشي غير الكبار كنديروها. يمكننا نديروا البصله نحكوها ونخلطوها مع شويه بحال دابا ثلاثه معالق ديال الماء البصله مع جوج معالق ديال الماء ورد ولا الماء زهر كنخلطوا وندهنوا التدليك الفروه ديال الشعر مثلا الشعر ديالهم كيتساقط الاولاد والبنات ولكن ملي كيكون التساقط بواحد الطريقه غير عاديه خصنا استشارة الطبيب لان كيكون مشكل داخلي لان الطفل عادي كيكونوا بعض الشعيرات في الوساده عاديه ولكن ملي كنشوفوا الوساده ديالو فيها الشعر بزاف والبنت كذلك ضروري استشارة الطبيب لان كيكون مشكل ديال فقر الدم ولا النقص من معدن في الجسم ديالها. هذه الوصفه اللي عطيتي ملي كتكون الامور عاديه يعني غير تساقط الشعر تساقط عادي واش واحد المشكل لانه كاين نيت واحد المستمعه بعثت لي بالصوره ديال بنتها يعني ما عقلت ولكن هي الشعر يعني البنت عندها الشعر طويل ولكن كاين واحد الفراغ يعني واحد الحفره الا يعني بغينا نقول حفره ولكن ماشي الشعر هذا المشكل هذا كيكون عند الاطفال اللي كيكونوا كيتخوفوا بزاف كيكون عندهم مشكل ديال التخوف يعني كيكون ولا سولتي السيده غادي تلقى بنتها كتخاف ولا ولدها كيخاف لان ملي كيكون التخوف هذا هو المشكل اللي كيبقى العرض باش تبان على تبغي تكون استشاره طبيه باش واحد دائما باش كنتاكدوا لانه بعض السيدات اللي تتشوفها مثلا غير شي مرة مثلا كتقول لها لا راه هذه راه خويا راه تونيا ديري ليها وديري ليها ديري ليها وللاسف يعني ما كاين غالبا هذا المشكل كنلقاو عند الاطفال اللي عندهم التخوف اللي كيكون كيتخوفوا وكيتخوفوا حتى في الفتره ديال الامتحانات يعني كيكون الطفل محافظ مزيان ملي كيمشي للامتحان كيمشي خايف يعني هذا التخوف حنا خصنا نحيدوه من وليداتنا كيبدا من الصغر لان هذه فقط نصيحه نعطيها للامهات لان الطفل الصغير والبنت الصغيره ملي يجي عندك يتحاور معك جاوبيه وإلا قال لك شي هضره خايبه ماشي تضربيه خصك تسمحيله وتقول له ها شنو فوقتاش تقال ماشي نضربه ولا هرستي شي حاجه نضربه ولا هرست شي حاجه قول له صافي يا ولدي راه تهرست خرجت فيهم الحر لا انا كنعرف امهات كيهرسوا في مثلا شي حاجه كتبقى تعطي الولد حتى علاش هرس ديك الكاس ديال 5 دراهم وانا غنضيع ولدي اللي هو غيكون رجل المستقبل والبنت غتكون فتاه المستقبل وغتكون ربه البيت يعني خصنا نوجدوها فيها الخوف ولا لا خصنا تكون واحد التلقائيه مع وليداتنا ونحاولوا هذه هي التربيه خصنا حتى ديك الفئه اللي غادي يمشي يقرا ماشي نجروا عليه المالطه ونبقاو ضربنا ضربنا تقرا سير قرا قرا لك ما قراوش هذا عندنا الوقت زين نوضوا في شويه ونهيئوا نفسانيا باش الطفل كيعطينا النتيجه في الاخر السنه وكيكون واحد الحوار ما بينك وبينه واي مشكل وقع له في المدرسه كيجي يعاودوا غير الاطفال كيوقع لهم مشاكل وما كيقدروش يقولوها للوالدين ديالهم لانه الام ولا يعني كدير واحد كاين واحد الحاجز بينه الاب الا كان صارم خص تكون الام مرتبه والام الا كانت صارمه خص يكون الاب مرتب لان غيكون واحد باش التوازن يكون في الدار وحتى الطفل ديالنا يحس بواحد بان واحد الجناح مغطي به مزيان ماشي بجوج بهم كيتكرفسوا على الولد وكيقول لك الولد ما نجا هذه فقط نصيحه جيت تفاف لا لا فعلا هو نصيحه مهمه من ام يعني و الحمد لله وما لقيت الحمد لله مشاكل في الكبار ديالهم ما نعلمهمش الكذوب ما نعلمهمش يعلمون يخرجوا التمارين ديالهم في الوقيته اللي جاوا من المدرسه يرتاحوا شويه خرجت ماشي نعس ترغد عن لا علموا انجاز التمارين ديالو في الوقيته اللي جا من المدرسه باش كيتعود على ذاك كيتعود على ذاك المثابره على انجاز التمارين ديالو حتى الا وقع شي مشكل ولا كيكون الولد ديالنا خرج التمارين ونسي جامي حنا معرضين يعني كل نهار خصنا ننتظروا شي حاجه خايبه ولا مزيانه غتوقع لنا دائما الاطفال ديالنا حافظوا عليهم لانه رجل المستقبل وهي فتاه المستقبل وهي اللي غتربي اجيال لان التمره اللي وجدتيها غادي تكون حلوه في الكبار ديالك فقط هذه نصيحه فقط غادي نختموا معك الا سمحتي بشربات اللي هما ممكن ان الامهات يعني يديروهم لوليداتهم دابا مع يعني بدايه يعني السنه الدراسيه كنبغيو حويجات اللي كيعطيو الطاقه واخا غادي نختموا معاك يعني بشوربه طبيعيه اللي ممكن يعني الامهات يديروها لوليداتهم وكاين واحد التساؤل ديال المستمعه اللي قالت لي نعاودوا الوصفه ديال اللي فيها العسل والنافع وسولات واش ممكن ديرها لبنتها اللي عندها 2 و6 شهور ماشي مشكل واخا ديرها مشكل ياك العسل مع النافع كنت عطيتينا انا كنظن هادي سجلتها العسل ديال المحلول اللي نديروا للشعر مثلا اللي
طيب الشعر كاين باش ولا النفع هكذاك. عطيت عطيت ديال الزنجلان والعسل والزبده البلديه وعطيت ديال يعني المكونات اللي غير ماشي مشكل ديال النفع ديال عامين ونص واخا ماشي مشكل. بالنسبه للتغذيه اللي مهمه للحفاظ على صحه الاطفال ديالنا وغادي نتفاداو جميع المشاكل الا حفظنا الا عرفنا كيفاش نوظفوا هذه الوصفه الطبيعيه اللي عطيت للاطفال. بالنسبه للتغذيه ركزوا بزاف على الجزر الاطفال ديالنا على الباربه على الخضر كلها. نعطيه واحد العصير اللي فيه جوج زازارات وثلاثه د المعالق ديال الزبيب الاسود كنديروه في طرو ديال الماء كيطيب في طرو ديال الماء ومن بعد كنطحنوه. هذا نحاولوا نعطيوه لوليداتنا ثلاث ايام ونوقفوا واحد النهار ونعطيوه ثلاث ايام الزبيب والجزر والماء ما فيه شي حاجه كنا نعسلوه بالمعلقه ديال العسل. هذا مهم للاطفال وخاصه الاطفال اللي عندهم داك عدم التركيز. بالنسبه لزريعه الكتان والقرقاع والزنجلان يكون حنا حاضر في الشربات ديال الاطفال ديالنا لان ملي كنديروا الشوربه حتى الطفل ما كانش كياكل ديك الشوربه مطحونه يمكننا نقطعوا خضيرات طريفات صغار نشوفوا الطفل ديالنا شنو كيبغي ونضيفوا معاه ديك المعلقه جوج معالق ديال الزنجلان مطحون ولا جوج معالق ديال القرقاع ونخلطوا مع ديك الشوربه ونعطيوه. واحد النصيحه نعطيها للامهات الاطفال اللي كيعانيوا من الحلاق بزاف كيجيوهم هذه بالتجربه ديالي يعني خديتها من طبعا الوصفه ديال الاجداد. كناخذوا الزعتر راس معلقه ديال الزعتر نص كاس ديال الماء طايب كنحطوا في هذيك المعلقه ديال الزعتر كنخليوه حتى كيطلق كنصفيوه كنديروا معلقه ديال العسل الحر ونحاولوا نعطيوها للاطفال ديالنا مره في ثلاث ايام اللي يجيو ينعسوا. راس معلقه ديال الزعتر معلقه ديال العسل الحر نص كاس ديال الماء طايب نصفيوه ونعطيوه للاطفال ديال الطفل ديالنا من اللي بغي يجي ينعس. كاينه واحد العسل المنسم اللي هو مهم في هذه الايامات ديال البرد كناخذوا رابعه ديال العسل الحر رابعه ديال العسل الحر معلقه ديال السكينجبير من الاحسن يكون خضر نحطو وثومه وحده ورس معلقه ديال الخزانه كنديروه في داك العسل وكنخليوه مره معلقه بداك العسل في كويس ديال الحليب للطفل ديالنا في الايامات ديال البرد كوقايه وحتى المشكل ديال الحلاقه ولا ديك التعرقات ما كتبقاش. هذاك الكاس ديال الماء اللي فيه الزعتر الزعتر والعسل يشربوا قبل ما ينعس قبل ما ينعس دائما نتعودوا وندلكوا الرجيلات ديال الاطفال ديالنا بالخزانه باش يساعدهم في النوم. يعني زيت البلديه ثلاثه معالق ديال زيت البلديه ومعلقه ديال الخزانه مطحونه كندفيهم شويه ويكون عندنا في واحد القريعه في البلاصه اللي كينعس الطفل ديالنا حتى هو نعودوه يبقى يدلك الرجيلات ديالو بديك الخزامه لان كتساعد في النوم وحتى ديك الخزامه دوك الاعراض ديال البرد يعني ماشي كيعيا وداك الشيء ما كيبقاش ومره واحد راس السبع ديالنا من ديك الزيت ديال الخزامه والقرفده من اللور ديال الوليدات ديالنا حركات دائريه واحد المساج خفيف نتعود عليه باش وليداتنا يتعودوا عليه حتى لما كناش حنا يديروه هما يتعودوا عليه. هذه هي النصائح كام عطيتها للمستمعات ديالنا. شكرا جزاك الله كل خير واكيد ان شاء الله نزيدوا نعطيو هذه الوصفات ان شاء الله لكن الكثير ما تعطي ان شاء الله المستمعات. شكرا لك بزاف خبيرة الشعر والتجميل الحرية الشيوخ على كل هذه النصائح التجميلية اللي قدمتينا وعلى كل هذه الوصفات الطبيعية الرائعة اللي قدمتي الأمهات. ونتمنى أن المستمعات يكونوا سجلوا معنا بالنسبة لحلقتنا اليوم اللي تكلمنا فيها على كيفاش يعني نعتنيو بالشعر ديال الأطفال يعني مع السنة الدراسية. وكنظن أننا تكلمنا على كل النقاط الخاصة بالأطفال مازال إن شاء الله نعطيو إن شاء الله بإذن الله يعني تكون نصائح عامة ووصفات عامة. شكرا لكم مستمعينا ما تخليناش بكم نلتقي بكم غدا إن شاء الله دائما.